السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا في دراجون فروت إيجيبت. النهاردة هنتفرج على زهرة الدراجون فروت. طبعا أنا بصور بالليل لأن دي بيسموها ملكة الليل لأنها بتظهر بالليل بس. احنا طبعا دلوقتي بعد العشاء. طبعا زي ما انتم شايفين الزهرة، الله أكبر، شكلها جميل. ده كده من الجنب، هوريها لحضراتكم من قدام. ده المنظر من قدام، الله أكبر، روعة، اللهم بارك. يعني زي ما انتم شايفين كده الزهرة طولها تقريبا 30 سنتي أو حاجة و30 سنتي. طبعا بتبدأ إن هي تتفتح من بعد المغرب، يعني هي بدأت معانا تفتح حاجة بسيطة من بعد العصر لحد دلوقتي اللي هي بعد المغرب، إن شاء الله تفضل معانا لبكرة الصبح وبعد كده تقفل. طبعا احنا قمنا بالتلقيح اليدوي في فيديو تاني. دي أجزاء الزهرة من جوه، أقرب لحضراتكم كمان. الله أكبر، حاجة روعة. طبعا احنا بناخد كوب اللقاح من تحت نحطها فوق في الجزء اللي فوق ده، هنشاور لحضراتكم ان احنا بناخد من هنا الجزء ده ونحطها في الجزء ده زي ما انتم شايفين كده. الله اكبر، روعة، هما بيسموها ملكة الليل، وريحتها كمان جميلة جدا بالليل. هبعمل لحضراتكم فيديو الصبح، الصبح بدري خالص. احنا زارعين الكلام ده في مصر، مش زارعين تحت نت ولا حاجة، عاملين تجربة من غير نت. والله أكبر، زي ما انتم شايفين كده الزهرة حاجة مبشرة جدا. نجيبها لكم من كل اتجاه عشان الناس اللي كانت بتسألنا، نجيبها لكم من تحت كمان. بحاول اخليكم تتفرجوا معايا من جميع الاتجاهات. يعني حاجة تحفة لوحدها، الله أكبر، يعني جميلة جدا. شكرا لكم على المشاهدة، وياريت الناس ما تنساش تعمل لنا اشتراك في القناة عشان يصلك كل جديد معنا، وما تنساش برضو تعمل لايك، وياريت مشاركة عشان توصل لكل اصحابك. وشكرا لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتعلم كل شيء عن فاكهة التنين من زراعة ورعاية وإنتاج الثمار والشتلات. نشكركم على المشاهدة، بدعمكم مستمرين بإذن الله.